صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم الله 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 اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. قلت يا جماعه ازازه العلب بتعمل ايه؟ والله يا جوازي بالغله ازازه العلب لمت السمك بتاع المايه كلها عليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة التلات احنا في كفر الشيخ طالعين للبلطي بإذن الله يا جماعة. هنعمل فيديو غلة على مراية على الجرف. انا يا جماعة لما اكون شغال مراية على الجرف بنزل بدي بإزازة العلف دي يا جماعة. اقول لك كلمة السر هنا، لما اكون شغال مراية على الجرف تشتغل بدي إزازة العلف. عبارة يا جماعة عن إزازة صغيرة وبتخرمها، تخليها زي المصفى كده يا جماعه. بصوا من فوق الاخرام بتخرمها خالص، بتخليش فيها حته تنفع تتخرم وما تخرمهاش، بتخليها مصفى من تحت كمان مصفى، وتملاها على فراخ اللي هو الخشن. طبعا ما تجيبش ناعم لان الناعم ممكن يقع من قلب الاخرام دي، فانت بتجيب خشن او الخشن يا جماعه، وتحط شويه غله وعلف غله وعلف لغايه ما تطلع بالشكل ده معاك اهو. وبعد كده تنزلها وتحطها على الشط على الجرف. طبعا يا جماعه الاخرام ديت العلف ده لما بينزل الميه بيزيد، فبيطلع من الاخرام دي فيبدا يطلع منها، فالسمكه تفضل واقفه على الدور وبتلحس في العلف اللي بيطلع من الاخرام تاكل فيه. يعني من ناحيه واقفه في الدور ومن ناحيه ما شبعتش، فانت بتنزل لها انت بقى بالغله بتاعك تاخد معاك اسرع. ازازه التصفير دي بتحضر لك السمكه في الدور طول النهار طول ما انت قاعد، ومن ناحيه بتحضرها بتاكل بتلحس في الازازه بس ما بتشبعش، لان السمكه لو شبعت بتسيب الدور وتمشي. انت طول ما دي في الميه السمكه واقفه في الدور بتلحس في الاخرام لان العلف ده بيطلع من الاخرام دي، فانت بتنزل بحبتين الغله بتوعك قدام ازازه العلف دي وربنا بيكرمك احلى كرم. هوريكم يا جماعه هنحطها ازاي، وبعد كده نعمل لكم فيديو احلى فيديو. ما تنسوش يا جماعه اللايك والاشتراك في القناه. والله يا جماعه ما بعمل لكم فكره الا عن تجربه. ازازه العلف دي ما اشتغلش بيها غير على مرايه على الجرف. لما اكون شغال مرايه غرقانه ما ينفعش اشتغل بيه، لان الخيط ده طبعا انا بجيب ازازه العلف دي وبربطها خيط، يعني بربط الخيط من فوق بربطها بخيط لانه بحطها في الدور، وبعد كده اخر النهار بفضيها واخد الازازه معايا. تمام يا جماعه، لو انا حطيت ديت في مرايه غرقانه الخيط هيشبك في السن، فلازم مرايه على الجرف بس. تابعونا يا شباب، متنسوش اللايك والاشتراك في القناه. الدور بتاعنا يا رجاله ازازه العلف اهي. والله يا جماعه لسه جديد، والله لسه منضفه الصبح اهو، شايفين حتى العفش اللي طلع منه اخضر لسه. بصوا ماشي دورة، بتسيب مثلا 20 سم من الدور وتقوم جاي ماسك الخيط بتاعك اهو اهو يا جماعه، تقوم جاي ايه رماها حاطه في الميه كده اهو اهي تمام، تقوم جاي حاطه رابط الخيط اهو اهو الخيط اهو ازازه اهي نقدر غوت اهم حاجه اهي كده سقطت اهي. تقوم جربت الخيط مثلا في اي عود غاب كده اهو يا جماعه، بس الازازه في الدور اهي، الازازه هنا في الدور يا جماعه اهي، بترمي انت بس 10 حبات غله كده ولا حاجه جوه. تمام يا رجاله، 10 حبات غله، وكل نص ساعه ترمي 10 حبات غله فوق منها كده او في مكان ما انت ترمي الغماس، بس مش اكتر من كده. السمكة حاضرة في الدور طول ما انت قاعد والدنيا تمام التمام معاها. تابعونا يا شباب، يلا كملي السحبة الجميلة كملي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شفت يا جماعة عزيزة العلب بتعمل ايه في الدور؟ خلاص بقى خلاص بقى خلاص بقى، اللهم صل على النبي. الغلة وجمال فين يا جماعه الشغل؟ معانا الحاج ابو عاطي هناك يا جماعه، ده اولنا بالغله يا جماعه على ازازه العلف. السمكه بتتجمع وما بتشبعش لان بتقعد تلحس في الازازه، فانت ما بتنزلها تاخد معاك على طول. الصلاه على النبي يا رجاله، اول حته على ازازه العلف. هنجرب كده يا جماعه نازله من اول ايه الرمي اهو اهو، من اول الرمي يا شباب.
شفتهم 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 يا جماعه؟ ضحكت عليكم هني. غلة اهي على ازازة التصفير من اول الرمي عشان ما حدش يخش يقول لك ده بيعلق السمكة وبيشتريها. اهي يا جماعة الغلة اهي من اول الرمي يا شباب، تابعونا يا رجالة. ايوه ايوه اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اللي بعده يا شباب ازازة التزفير وجميل. ايوه اي تعالى يا بطل، تعالى يا بطل. السمكة عاملة طالعة عاملة ازاي يا جماعة؟ تتاكل من غير ما تتسوى. السمكة يا جماعة في ايدي لسه اهي، وديت واضحة ونازلة. حطها في البتاع بسرعة ونركز مع دي. يلا يا بطل، يلا يا اسد. الله اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يا صلاة النبي عليك، اللهم صل على النبي، اللهم صل على. اهدى اهدى، لازم تفتح الزنانة كده يا جماعة عشان تاخد خيط حتة كبيرة. اهدى، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي رب. هو بس كده عمال نلم الخيط ناحية كبير. ها يا شباب قلت لكم ازازة التسفير يا شباب. اهدى بقى، لازم يا جماعة هي كده. مش انا دلوقتي مش بتمنظر، انا بهدي السمكة عشان لما اجي ارفع ما ايه ما تقعش مع السين. دي اصول الصيد، والناس اللي فاهمه عارفه الكلام ده، لما بالذات لما تكون السمكه بالحجم ده. حاج ابو عاطي، حجوج، ايه يا جماعه؟ دي الاحجام اهي. غله يا شباب، غله على ازازه العلم. افكار ابو سيف يا جماعه لازم تكون بالتجربه. طبعا الاحجام الكبيره دي يا جماعه لما تيجي تضربها ما تطلعهاش من الميه غير لما تهت. ايوه يلا اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ازازة العلف يا رجال مولعاها. اللهم صل على النبي، الله تعالى يا بطل. الغلة وجمالها كمان واحدة من أول النزل أهو، عشان يبقى كله على المباشر لحد يفكر مثلا إن هي بتغيب عم بتشتغل. لا أهو على المباشرة. أهو رجال، عرفتوا بقى مفعول إزازة العلب بيعمل إيه؟ الغماز ملحقش ينزل المية. يلا تاني تاني يا بطل. الله 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 ابو علي جوز يا شباب، جوز بالغل. الله جوز بالغله. ازازة العلف لمت السمك بتاع المايه كلها علي، لمت سمك المايه كله علي. اه جوز بالغل.
غمزة مباشر عشان المصداقية. لايك بقى للفيديو يا جماعة كده عشان بإذن الله تشوفوا أحلى فيديو. المكان ده يا جماعة طريقة العرب بس بتخش جوا شوية. تعال 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 تعال. النهاردة زبادي بإذن الله، نهارنا زبادي على المباشر. واديله